قدمت في مسابقة 48 ساعة في الساعات الأخيرة من ساعة التقديم، وكانت دهشتي كبيرة أنني قبلت في المسابقة. استعدادات كانت طويلة في اليمن أنه كان عندي شغل ما إلى آخره، فالحمد لله جيت لمصر، تعرفت على فريق سواء المتدربين أو المدربين، بدينا نشتغل الأفلام، وحاليا إحنا في آخر يوم في آخر ساعات وعندنا تقديم بعد شوية، والحماس على أول. اللي يميز كل الفرق موضوع الاختلاف الدول، كل شخص مننا من دولة مختلفة، لهجته مختلفة، أسلوب حياته مختلف، فهذا لكل الفرق عندي نوع من الإثراء. في كل فريق كان موضوع التعاون موجود، وبحكم أنه هذه الروح موجودة انعكست على الفريق وانعكست على الفرق الأخرى، لأنه أنا مثل ما أشتي أوصل للنجاح حابب برضو الخير لك، وحابب أنك أنت الآخر توصل للنجاح، وبحاول أنه بقدر إمكان أساعدك لأن نجاحك من نجاحي. المواضيع قوية والمنافسة قوية، وكل واحد مننا بذل مجهوده، وبكل الأحوال هي المبروك للفائز من مكان سواء فريقنا أو أي فريق آخر.